سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا كيما راكم متمنين تكونوا، وتكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. كيما راكم تشوفوا البنات، اليوم راني جيتكم بهذه الوصفة. كيما قلت لكم وصفة حلوة بزاف، كيما تعرفوا يعني في رمضان خاصة في السهرات يعني نحبوا هكا حاجة تكون حلوة اللي تعطينا الطاقة. كيما متعودين يعني احنا الجزائريين نحبوا بزاف قلب اللوز. راني جبت لكم هذه الوصفة يعني تنجموا تشبهوها بزاف القلب اللوز اللي بنينه بزاف. هنا ما علينا غير نقولوا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي رانا نحتاجوهم، ركزوا برك معايا البنات. هنايا بالنسبه للمقادير رانا نحتاجوا 4 بيضات. وصلوا هنا نقول لكم من فضلكم ما تنسونيش بالجام كاس مكسرات. انا راني استعملت الكاس تاع ام وليد تاع 240 ولا 250. نحتاجو هنايا نص كاس تاع السكر، باسكو رانا رايحين نديرو شربات يعني نعسلوها. نحتاجو هنايا للتزيين تاني، كل واحد يعني حر. هنا نحتاجو تاني كاس تاع الزيت، بين الزيت ولا مالغارين ولا الزبدة. نحتاجو هنايا كاس تاع يعني كاس ماشي معمر تاع الكاطو اللي لازم نرحوه كيما هكا، يعني الكاطو اللي عندكم اوريو ولا اللي عندكم يعني. وهنايا كيما راكم تشوفوا ثاني نحتاجو لا شابلور، ونحتاجو هذاك نص كاس تاع السكر اللي وريت لكم. ونحتاجو شويه نقولوا 4 إلى 5 مغارف تاع لانوا دو كوكو. هنايا نجو نسبقو بالشربات تاعنا يعني اللي نعسلو بها، نديرو عليها 2 كيسان تاع السكر يقابلو 2 كيسان تاع الماء. ولكن اللي ما يحبوش يكون حلو بزاف ينجم يدير كاس ونص تاع السكر 2 كيسان تاع الماء. وما ننسوش اكيد لافاني والخميره، راني نسيت انا ما ذكرتهاش. نخلو العسيله تاعنا تطيب لنا هاد الجهه. نجو نديرو البيض، 4 تاع البيض هذوك، ونزيدو عليه نص كاس تاع السكر ولافاني. نسيو نخلطوه يعني بغير فرشيطه هكا ولا بالفوي كيما راكم تشوفوا انا، واللي حاب يعني يستعمل باتر ولا عادي جدا يعني يتسرع برك في الخدمه تاعها. ولكن انا يعني هذا النهار كان عندي الوقت، هي قلت نخدم كيما هكا. نخلطوا حتى وين يذوب كامل السكر تاعنا ولا فاني. نجو هنايا نديروا هذاك نص كاس تاع المزيج بين لامالغارين ولا الزبده والزيت. يعني راني نعود معكم هكا باه نسهلها عليكم. نعاودو ثاني نخلطو، يعني رانا رايحين نحطو كامل المقادير اللي سبق لينا وذكرناهم، نحطوهم هنايا في طبسي على يعني بالتدريج. يعني نديرو هنايا ثاني كاس تاع لاشابلور. بالنسبة لاشابلور اللي ما عندوش يعني هاد لاشابلور يشريها برا، ينجم يستعمل الخبز تاع الدار. من بعد نخلطوه كامل حتى ثاني ندمجو مع بعض. نزيدو عليه هذاك الكاطو، هاد الكاطو راه رايح يعطي ذوق رائع بزاف. يعني نتوما استعملوا البيمو ولا اللي عندكم، انا يعني هنا استعملت تاع لوتوس، ولكن نتوما تنجموا تستعملوا اي كاطو عندكم في الدار، هو اللي راه رايح يعطي لهاد الوصفه راه رايح يعطي ذوق جد رائع. وهنايا نديروا المكسرات اللي قلنا عليها. المكسرات برك سيو حمروها، وكي تقطعوها المكسرات تاعكم ولا ترحوها لازم ترحوها باينه اللي هي كاس تاع المكسرات. يعني ديروا اللي راكم حابين. انا راني دايره هنايا بين اللوز والكاوكاو، ونديروا 5 ولا 4 مغارف تاع الكوكوس نوس اللي هو لانو الكوكو. نخلطوا كل شيء هكا مع بعض. من بعد نجو نديرو مغرف كبيرة تاع الخميرة. يعني هنايا الخميرة راهي أكيد رايحة تعطينا يعني تجينا تطلع لنا الحلوة تاعنا عليها. انتوما ردوا بالكم على المول، إلى راكم حابينه يجيكم طالع ديرو صغير، كيما راكم حابين يجيكم يعني رقيق ديرو المول كبير. انا يعني كان هاد النهار متوفر عليا هاد المول قلت نستعمله، ولكن انا نفضل ان هاد الوصفه تستعملوها بالمول اللي يكون كاري يعني يجي خير وخير. يعني راكم رايحين تقطعوه كيما شاميه ولا قلب اللوز.
ومن بعد نجو هنايا ندهنوه، واللي حاب هنايا تزيد كي تدهنوه هكا بالزيت ولا بلا ماغارين دير عليه شويه تاع لا نوت كوكو، ويعني ماشي لازم ولكن دهنوه لازم تدهنوه. ومن بعد نجو نحطو كامل هكا. البنات اللي وصلوا هنايا من فضلكم ما تنسونيش باللايك وشكرا. فوالا نسيو نديروه كامل هكا على المول تاعنا. انايا درت كيما قلت لكم هذا المول جاني يعني ماشي عالي بزاف بالنسبه لي، راهم يحبوا يعني ما يجيهمش عالي، انا نفضل انه يجي عالي، ولكن هذا النهار كان متوفر عليا هذا المول عليها استعملت هذا. وهنايا هذه يعني ماشي لازم ديروا عليها هكا اللوز ولا ديروا يعني اللي راكم حابين، انا يعني درته من بعد عاودت قلت لو كان غير ما درتوش نتوما يعني الا حبيتوا ديروا ديروا، الا ما حبيتوش ديروا ما ديروش، يعني تنجموا ديروا عليها هكا لوز افيلي ولا لوز افيلي راح يعطي النظريه للكاطو تاعكم الشباب ويزيد يعطي له البنه. من بعد هنايا نخليه 22 دقيقه على 200 درجه. وعفوا نسيت ما قلت لكمش كي تبداو الحلوه تاعكم تكونوا اصلا شعلتوا الفرن تاعكم من الفوق ومن التحت، عفوا نسيت ما قلتها لكمش، يشد لكم في الفرن غير 22 دقيقه على 200 درجه. من بعد هنايا بعد ما كانت العسيله تاعي اكيد بارده والحلوه تاعنا كانت يعني غير ملي خرجناها من الفرن نديو نعسلوها، انا يعني قولوا اداتني العسيله كامله هذه يعني الكاس تاع ام وليد، ولكن يعني راني رايح نوري لكم اشحال راهي يعني شحال راه اداتني تاع العسيله. يعني هاد الوصفات نجمو تقولوا تاني خبز الباي ولا يعني تجي كيما الخبز الباي شهوه برك، هذه راهي يعني جايه مختلفه شويه من ناحيه الذوق نتاعو، ولكن الذوق رائع رائع رائع. يعني ان شاء الله في هذا رمضان تجربوها وتدعوا لي. فوالا هنا عفوا برك كان جات لي شويه شربات هذه هذه هي فوالا، انا هذا ما بقى لي يعني درته كامل، بقى لي غير هذاك شويه هذاك يعني جات مشربه ومعسله للقلب كما يقولوا. من بعد هنا نجو نقطعوها. في هذه المرحله البنات انا نسيت ما قلت لكمش ديروا عليها شويه تاع لا كونفيتور باش رايح تعطي اللمعان، دوك انا راني رايح نديرها معكم. نجي نقطعها وانتم كما قلت لكم يعني الا درتوه كاري راه رايح يجي شباب اكثر واكثر. انا يعني درتو كيما هكا يعني مثلثات، جاتني شابه وبنينه يعني كيما متعوده نقول لكم يعني عليكم انتم برك تسقموها. فوالا شوفوا هذاك النواد كوكو جات يعني محروقه من نايا تبان اونديري راهي هذيك رحبه فارغه، هي لا ماهيش فارغه هي غير هذاك النواد كوكو. هنايا كيما قلت لكم نجو نعسلوها كيما كيما هكا بلا كونفيتور يعني رايح تعطي لمعه ورايح يجي شباب بزاف. فوالا البنات هذه هي هنا كيما راكم تشوفوا جيت يعني زينتها غير هكا بالبيستاش ودرت عليها هكا الورد. فوالا كيما راكم تشوفوا شوفوا كيفاش جاتنا. هنايا انا نورمالمون نخليها على الاقل ليله كامله ولا يعني على الاقل 5 إلى 6 سوايع، ولكن انا كنت حابه نشاركها معاكم وخاصه زوجي يعني يحبها بزاف جا من الخدمه عليها يعني فضلت اني نحيلو غير مرسو هكا. فوالا البنات شوفوا كيفاش تجي يعني تجي تشهي وبنينه بزاف، والله البنات غير تجربوها ماكمش رايحين تندموا، وتجربوها خاصه في هذا رمضان يعني تديروا تبدلوا ما بين قلب اللوز مع هذه الوصفه اللي بزاف بنينه، والله يا البنات غير يعني وقتها رمضان قولوا وصفه رمضانيه بامتياز. المهم البنات هذه هي وصفتنا لينا اليوم، ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، وشكرا جزيلا كما متعوده نقولها لكم، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعه الخير. وهنايا نقول لكم استودعكم الله الذي احبكم فيه، سلام.